هو أنكل سمير فين؟ موجود في العيادة مع ناس. المهم أنت احكي لي إيه اللي حصل بالظبط؟ أنا تعبت يا تطرجة، تعبت. كل يوم شخط ونطر، مفيش حاجة عاجباها، حتى لو قلت لها صوابع العشرة شمع. لأنك جبت قوي اللاين ده برضه مش بتاعه. بقولك إيه، واحدة واحدة كده وفهمتني إيه اللي حصل. أنا حاسس بأحاسيس غريبة يا تطرجة، حاسس بأحاسيس غريبة، حاسس إني ما بقتش أنا الراجل. والحقيقة بصراحة يعني أنا كمان مش حاسة كده. حاسس إن الأدوار اتعكست. إنجي بقت هي راجل البيت وأنا طول النهار في شغل البيت زي الستات. وماله يا حبيبي؟ أوعى تفتكر إن الراجل لما بيساعد مراته في البيت ده بيأثر على رجولته. بالعكس، ده دليل بقى على المودة والحب والجونتياس. أو الجونتياس ده اللي مخليها الولية دي فاكرة إن أنا عيل طري، عمالة تبيع وتشتري فيا، مش شايفة إن أنا راجل البيت. أنا حاسس إن أنا مبقاش ليا لازمة يا طنط، أنا بقيت راجل كفتة، أنا بقيت راجل كفتة. لا ما تزعلش نفسك يا كفتة، قصدي علي. معلش يا حبيبي، بالعكس أنت راجل وسيد الرجالة كمان، وإزاي مالكش لازمة؟ هقول لك مثلا، يعني مثلا لو جرس الباب ضرب، مين اللي بيفتح الباب؟ مش أنت اللي بتفتح الباب؟ ينفع إنجي تفتح الباب لواحد غريب وأنت موجود؟ طبعا لا، لأن أنت الراجل. مثلا لو رحتوا ريستورانت تتعشوا او طلبتوا اكل دليفري وجا الحساب، مين اللي بيدفع؟ مش انت؟ ينفع انجي تدفع وانت موجود؟ لا، عشان انت الراجل. مثلا لو في الشارع انجي قلت ادبها على حد ولا شتمت حد والحد ده جا عشان يضربها، مش هي بتسيبك انت تدافع عنها وتتضرب بدلا؟ ينفع هي تتضرب وانت موجود؟ طبعا لا، عشان انت الراجل. مثلا لما انتوا الاثنين بتبقوا يعني مع بعض، مش انت برضو اللي بتبقى الراجل؟ لا بصي لي هنا وقول لي، امال بتبقى ايه بالظبط؟ حبيبي حبيبي، لا مش عايزك تتقهر كده ابدا. لا 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 لا، ما تزعلنيش يا عيني. عايزه اقول لك حاجه يا حبيبي، بتحصل كتير بين الازواج. عندك مثلا انكلك سمير من زمان خالص، يعني الحقيقه يعني بقينا اخوات، وده مش هممنا ابدا. خلاص، على الاقل انتوا صغيرين ممكن تتعالجوا، لكن هو خلاص هو جوه. قوم روح لأنت سمير يا حبيبي، قوم، انا هعمل الكاكا.